سبح لله ما في السماوات والأرض، فكأن فسبح باسم ربك العظيم استجابة السماوات والأرض اللي في السبح، قالت سبح لله ما في السماوات والأرض استجابة. طب كويس كده بقى، التسبيح هو التنزيه عن النقص، والتسبيح هو إعلاؤه إلى أن لا يوجد في الفضائل مثله، ليس كمثله شيء. كلمة سبحانه، كلمة التسبيح تقول ايه؟ سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. كلمة سبحان مصدر، والله سبحانه وتعالى في صفاته مش خلق الخلق جاب له الصفة، هو خالق قبل أن يخلق، خلاص، وراحم قبل أن يخلق من يرحمه، خلاص. يبقى معناها أنها صفة ذاتية فيه، مش منتظر حد ايه. ليه؟ قال لك لما تقول فلان شاعر، عرفت انه شاعر ازاي؟ لانه قال قصيده. هتوصفه بانه شاعر لانه قال قصيده؟ لا، ده علمك بانه شاعر القصيده، انما هو شاعر ده لم يقل القصيده اولا الا لانه شاعر. يبقى الشاعريه موجوده فيه الاول ولا لا؟ وبعدين قال شعر، يبقى الخالقيه موجوده في الحق وبعدين خلق. القيومية موجودة في العقزات، مش ضروري على ما يجب، لا، من قبل ما يجب. ليه؟ لأنه بصفات الكمال خلق، سبحانه. ومدام بصفات الكمال خلق، كلمة سبحانه دي هو إن لم يوجد من ينزهه، هو عظيم في ذاته، هو كده في ذاته قبل ما يوجد من ينزهه، ولذلك يقول سبحان يجب المصدر. لكن لما نقول سبحان وجدناها جاءت في صور متعددة في القرآن. مرة تيجي الاسم للظاهر، سبحان الذي أسرى، مضافة للظاهر سبحان الله حين تمسوه، ومرة تيجي للمخاطب سبحانك، ومرة تيجي للغائب سبحانه. يبقى جت كم مرة؟ تيجي للاسم الظاهر، فسبحان الله حين تمسون وحين إيه تصبحون. وجدت في الظاهر 18 آية في القرآن، في 18 سورة. أولها ما قيل في سورة إيه؟ يوسف. قيل في سورة إيه يوسف؟ قال إيه في سورة يوسف يا سيدي؟ سبحان ربنا، لا، سبحان الله وما أنا من المشركين. سبحان الله وما أنا. مش كده قبل في ظلت في مين؟ في يوسف. أول آية فيها سبحان الله جت في سورة مين؟ في سورة يوسف. وبعدين جت في سورة القلم آخر آية في سورة إيه؟ سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. نبتوع أصحاب الجنة. يبقى من أول يوسف إلى حد مين؟ سورة القلم دي 18 إيه؟ 18 آية. مثلا تيجي في البقرة، لما جه يتكلم في خلق وبتاع، قال له أتجعلوا فيها من يفسد فيها؟ قال طب اسمعوا، أنا علم آدم الأسماء، قال لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء أنتم. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما إيه؟ إلا ما علمتنا. أدي أول إيه؟ أدي الآية الثانية اللي جت فيه. يبقى أول آية سبحانك لا علم لنا إلا إيه؟ إلا ما علمتنا. وتنها تقول 18 سورة فيها هذا الكلام إلى أن تنتهي بسورة إيه؟ بسورة القلم. وبعدين جت إيه؟ دي 18 مرة. وبعدين جت سبحانك بكاف الإيه؟ سبحانك إني كنت من الظالمين. ومرة جت سبحانه بالضمير الغيبة. يا سلام، هناك ما يسمى في سبحانه وتعالى مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. في بقى يبقى فيه الاسم الظاهر 18 في 18 سورة، الكاف المخاطبة في 9، كاف الغيبة في 14. دي المصدر بس اللي هو كان سبحانه قبل أن يكون أي شيء، وبعد ذلك خلق الخلق. لما خلق الخلق الإنسان مثلا ولا الجان، خلق له قبل أن يخلقهم.
خلق السماء والأرض. أم جه في الفعل اللي نشأ من الأمر بالتسبيح قال إيه في الصورة بقى اللي بعد دي، سبح لله ما في السماوات والأرض، قبل ما يخلق الخالق سبح لله ما في السماوات والأرض، في ثانية سورة الحشر سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، ده الماضي. طب سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، طب سبح وانتهى التسبيح فعل ماضي؟ أم قال لك لا، ويسبحون الآن، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، مش كده؟ له الايه الملك القدوس ده بتاع سورة الجمعة وبتاع سورة التغابن، يسبح لله ما في السماوات وفي الأرض، ايه؟ له الملك وله الحمد، له الملك وله الحمد. يبقى سبحه جت في سبحه في سورة الحديد، وجت سبحه في سورة الحشر، وجت سبحه في سورة الصف، وكلها وهو العزيز الحكيم. بس مرة يسبح لله ما في السماوات والأرض، ومرة يسبح لله ما في السماوات والأرض. أنك فيه خلق يوجد في الأرض ويوجد في السماء، يبقى لما يسبح لله ما في السماء وما في الأرض، وفي خلق ما يوجدش إلا في السماء، وخلق ما يوجدش إلا في الأرض. الله ما شاء الله. يبقى استيعاب، استيعاب للمسبح. يبقى سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. طيب سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وفي السماء والأرض فيها إيه؟ فيها جماد وفيها نبات وفيها حيوان وفيها إنسان. يبقى مدام ما في السماوات والأرض أو ما في السماوات وما في الأرض، يبقى كل الأجناس تسبح. طب ما هو التسبيح؟ قال لك في لغتنا لفظ نقول فيه سبحان الله، ده في لغتنا، لكن اللغة ألفاظ يعبر بها كل قوم عن أغراضهم. فإذا عرفت اللغة على إطلاقها تقول ألفاظ، إنما هي مش إيه، مش إيه إيه، يعبر بها كل قوم سواء كان إنجليز ولا ألمان ولا مصريين ولا سوريين ولا أي حد عن أغراضهم. لكن لما تتكلم عن العربي ألفاظ يعبر بها العرب عن أغراضهم، الإنجليزي ألفاظ يعبر بها الإنجليزي عن إيه؟ عن أغراضهم. في الألماني برضو ألفاظ يعبر بها، طب دي بقت ألفاظ. لكن إحنا الكون اللي بيقول ما في السماوات وما في الأرض فيه جماد ما فيش له ألفاظ، وفيه نبات ما لهش ألفاظ، وفيه حيوان ما لهش ألفاظ، أمال التسبيح ده إيه؟ فالعلماء قال لك في آية وإن من شيء إلا يسبح بحمده، مش بس تسبيح الألفاظ، في تسبيح بلغة أهل اللغة الحيوان يفهمها والجماد يفهمها. قال لك إزاي بقى؟ قال لك امشي كده الجماد، ألم يقل الله في كتابه وسخرنا مع داود الجبال يسبح، وسخرنا مع داود الجبال يسبح. الله، النملة عملت ايه؟ الهدهد عمل ايه؟ طب ما هو لا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، يبقى عارف العقيدة، وتكلم مع سليمان وفهم وقعد يرد عليه. يبقى إذن اللغة اللي احنا بنكلم الألفاظ دي معبر بها الإنسان، إنما الأجناس الأخرى لها لغة معبر بها. ولذلك دلوقتي عايزين يعملوا قاموس للغة الأسماك، إما يعمل كده يبقى يقول لي يقصد إيه، إما يعمل كده يقصد قاموس للغة الأسماك. قال لا، يبقى كل حاجة لها لغة، بس أنت ما تعرفش إلا لغتك، ده أنت باللسان ما تعرفش إلا العربية اللي أنت بتعلمها، ما تعرفش الإنجليزي مع أنه قال لفظ أيضا، إنما دول وضعين لمعنى وانت وضع المعنى، المعنى متحد عند الجميع، ولكن اللفظ الموضوع للمعنى بيختلف باختلاف اللغات. يبقى اللي مش عارف اللغة دي ما يفهمش انت بتقول ايه، لكن اللي عارفها يفهم انت بتقول ايه. انت عايز اللغة بتاعة النبات والحيوان والجماد انت تفهمه؟ لا، الجماد يفهم للجماد، والنبات يفهم للنبات، والحيوان يفهم للإيه؟
للحيوان والإنسان يفهم للإنسان. يبقى أنت ما تنتظرش أنك أنت تسمع. ولذلك حينما يقول وإن من شيء إلا يسبح حمده، يعني ما في ما من شيء إلا وهو يسبح حمده، ما يطلق عليه شيء، يعني أدفع حاجة ما لم يطلق عليه شيء وبيسبح الله. الجماعة بقى اللي عايزين يعني يخففوها قال علينا يعني يسهلوها على ربنا، يقول لك المراد تسبيح الدلالة على الموجد. لا يقول لك انت فهمتها وربنا حكم بأنك لا تفقهها، ولكن لا تفقهون تسبيحها. ما دام عرفت ان الدلالة تبقى فهمتها حلوة ولا ما فهمتها، انما هو قال ولكن لا تفقهون تسبيحها. طب معنى لا تفقهون تسبيحها حتى اعلمكم. ولذلك قال الذي علمنا منطقة الطير، مش كده؟ وعاد يشكر ربنا لما سمع كلام النملة قال ايه ده، ايه ده، اشكر نعمتك الله. مسألة غريبة او طيب هذا الهدهد برضو اتكلم مع سليمان، لا واتكلم مع سليمان كلام ايه، كلام ما يقولوش الراجل انسان ملكه الله الكون وملكه الجن وملكه الريح وملكه كل حاجة، وبعدين يقول له انت كنت بتدور عليا احط بما لم تحط به. نعم. ايه الجرأة دي؟ ده لو ما قالها الا هو واثق من عدالته. وعدالته تبينت في ايه؟ في ايه؟ العدالة تبينت في ايه؟ لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه وانهلي او لأتيني بسلطان مبين. واحنا قلنا الاخيار تتناقص فيهم الجريمة والأشرار تتعلى فيهم الجريمة. نعم. أخوة يوسف لما قالوا يوسف ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، هم في الواقع يعني فاتتهم دي، ده هم قالوا ونحن عصبة جابوا الدليل أو الذي يبرر حب أبو يوسف له وأخوه، لأنهم أجل صغار وانتم بيتوا عصبة بيتوا كويسين يعني مش عايزين حبهم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.